مقادير وصفتنا الأولى مش عارف أظني معكرونة البشاميل سباجيتي باللحم المفروم. نعم إيها. يلا خلينا نأخذ وصفة السباجيتي بلي لو سمحتوا. يلا أكيد بدنا سباجيتي معكرونة نوعها يعني طويلة رفيعة هي. أيوة أيوة وفي لحمة أيوة معكرونة سباجيتي مسلوقة، بدنا بشاميل منزلي أو جاهز، بدنا لحمة مفرومة خشنة، بدنا بصل مفروم ناعم، بدنا زيت نباتي، بدنا للصلصة المعكرونة أو معجون طماطم يعني يا بتاخدوا صلصة يا معجون، بدنا ملح وفلفل، بدنا بهار مشكل، بدنا هيل مطحون وجبنة موتزاريلا مبروشة. يا يلا هاي احنا نزلنا على السوشيال يعني كلهم كمان. بالبيت وموجودين عندنا، ما ظنش ننزل على السوق نجيب. اه بالضبط. واي نوع لحمه مفرومه كمان موجود. انا جايب اليوم بنفع دجاج بدل اللحم اللي عندها تقطعناه؟ طبعا طبعا يعني هي هاي زاكيه بصراحه مع دجاج مع شويه فلفله اذا بدك حطي دوره، بس اليوم هيك رح نعملها مع شويه لحم مفروم. هلا هذا البشاميل فينا احنا نجيبه الجاهز اللي هو كل ترحليب له الكيس الجاهز او اعملوه بالبيت. كيف نعمله بالبيت؟ في يوم جديد عملناه كثير صراحه، فما بدي اضيع وقت الحلقه على انه نرجع نعمل وصفه سبق عملناها كثير، فبتقدري تعمليها طريقه تحضير البشاميل المنزلي على اليوتيوب. افتحي طيب. على اليوتيوب واكتبي طريقه تحضير البشاميل المنزلي بيطلع لك. هي زبده وطحين بنحمصهم مع بعض، بننزل عليهم حليب وبنضل بنحرك، والقوام نقدر نتحكم فيه من خلال اللي هي كميه الطحين المستخدم، شويه بودره مرق دجاج، شويه الطيب تكه صغيره تمام. وانا راح اخليه شوي سايب، ما راح اخليه كثير ثيك او جامد، لاني انا المعكرونه خليتها شوي الدنت هيك شويه فيها عضه صغيره بس عشان تاخذ النكهات صح بالفرن تمام. صارت جاهزه. هلا اللحمه كاتي حطيت زيت وبصل. ايوه قلينا اللحمه جهزناها. ايوه رح ننزل عليها شويه البهارات اللي حطيتنا اياهم كاتي. وكمان رح نحط اللي هي هاي صلصه معكرونه من السوق، إذا بدك حطي معجون طماطم وشوية مي مع بودرة مرق دجاج. أوكي. يلا. طيب في سؤال كان نقدر نعمل الكيك على الغاز؟ هلا في القوالب تبعت زمان بس بعرفش. على الصوب أو بالفرن، على الغاز لا، لأنه الغاز ما رح يوزع درجة الحرارة صح زي ما هو مطلوب. طيب بنصبح على اللي عم بيتابعونا ريماس عودة، محمد الخوالدة، وأيضا أكران أبو شهاب صبح لنا من لندن، فمنصبح عليه وفي معنا اتصال. ألو صباح الخير محمد. صباح الخير. صباح الخير محمد. راح محمد. طيب تمام رح نحط شوية زعتر ناشف، هاي اختيارية بس مع الوايت صوص كثير بتلبق مع اللحمة. نحط شوية فلفل أسود وما بنكتر عشان اللحمة ما يغمق لونها. 7 بهارات أو بهار مشكل، حاولي دائما اشتري كمشه احتفظي فيها بالفريزر لما بتخلص تشتري اللي بعدها كرمال ما تبرد او تزيت عندك بالخزانه. كمان راح نحط شويه ملح من الكسيح نصبح عليهم وعلى كل رعاة مطبخ يوم جديد اللي دائما معانا هم بكل وقت. اوكي بنصبح على ام ثامر المجال، بنحكي لها صباح الخير، نجاح عوده، وريم حداد، ابو محمد الدمنهوري، وشيخه مها الخلايله بنحكي لها صباح الورد يسعد قلبك، وجدان مقدادي، ام دحام، ونور الدربيع، فريال قسراوي، نبيله الدرابسه، وام تسنيم العبادي، وايضا بنصبح على ام حسين العبد الله بنحكي لها صباح الورد، ابتهال الترتير، أماني دحلي صباح الخير أماني، ومحمود أبو زيتون، ماجد الوراقي، هالة الغنام، أم أنس أبو سالم، ومحبوبة وليد بتصبح لنا ونحكي لها صباح الخير. يالو أروى أبو العسل نصبح عليها، وربا أبو العسل، وأسكار هاني، وهدى عناب نحكي لها صباح الورد. طيب يعني كل شعرنا. مكان صوص البشاميل ثيك او كثيف، كل مكان قاعد بمكانه، كل مكان ما بتشربوا السباجيتي بصراحه مو طيب. هلا لما يكون سايب بهالشكل كمان عندك عشان البشاميل يطلع بالبيت ازكى وازكى حتى لو كان من الجاهز ارمي فيه يعني 4-5 قطع اللي هي الجبنه المكعبات تحت الساندويش او المثلثات او السايله، حطي لك معلقتين بتصير دسمه وكثير زاكي. اذا انا حطيت في قاعد طبق زي ما انتم شايفين، بعدين رح نروح نجيب سباجيتي مسلوق. كيف طلع هيك؟ طبعا ما كسرته زي ما هو، كيف طلع معاي بهالشكل وكيف ما علق في بعضه
السبب الأول والأخير بأنه سلقناها بمي مغلية وزيت وملح، وبعد ما حطينا الزيت والملح عليه نزلناها تحت الحنفية وصفيناها كتير منيح، وبعد ما صفيتها حطيت عليها زيت مشان هيك هي بتلمع ومشان هيك إيدي صار عليها زيت. تمام. رح أروح أرصها تحت عشان أنا لما بتبرد شوي بتمسك حالها، رح تقطع معاي زي قطعة الكيك وكأنها لازانيا. صح. هدى البنا شو بتحكي؟ إنه يسعد صباحكم، طول عمرنا بنعمل كيك بالقلب القديم. آه إذا عندك القلب القديم الألمنيوم البطاطا صوبة أو فرن بشهي بطلع. يعني أنا من الأشخاص اللي بحبه، يعني بحب أكل الكيك من القلب القديم أكثر من الجداد. لورا منصبح عليها، بنحكي لها صباح الخير. أم سند الخوالدي، أم من الزعبي من الرمثة، بتحكي لنا صباح الخير. عالية الرواجدة وأمل سويس نفاع صباح الخير، وأم محمد رجوب بنقولها صباح الورد، وفوفا العتوم، ومنى روبين بتحكي لنا صباح الخير. على فكرة كمان بيقدروا يحطوا كريمة بدل الحليب علا، بصير بالبشاميل بصير يعني. طيب. قشطة مثلا أو جبنة أو أوكي يعني. انشراح الحباشنة وتصبح علينا بتحكي لنا صباح الخير وإحنا منصبح عليها. أم عبد الرحمن الحسبان وخالد الزعبي بتحكي لنا، أو خالد بحكي لنا صباح الخير. أم أسامة الزعبي بتصبح علينا وبتحكي لنا صباح الخير. وفي معنا اتصال من أم صلاح. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير، كيفك أم صلاح؟ أهلين حبيبتي، كيف حالكم؟ الله يسعد قلبك. يسعد كيف صباحكم. يسعد قلبك. كيف وصفة علا اليوم؟ ما شاء الله عنها علا، لا يعلى عليها شيء. صحيح. حيها معك علا، يلا. صباحك ورد. صباح الخير ست علا، كيف حالك؟ أهلا أهلا ستي، صباح العسل، يا هلا حبيبتي. بالنسبة للكيك، في حديدة بتيجي مع الكالب الألومنيوم، مزبوط، بترفعه عن عين الغاز. بنحطها على نار هادية وما صح. شاء الله بطلع الكيك برضه. بس ما هو نار هادية. هلأ الست إذا حطته على نار هادية ممكن يسعفها، بس أنا على الغاز غالبا ما بزبط مع الستات، لأنه ما بتقدر تضبط درجة حرارة الغاز أو اللي هي الشعلة. تكون الحديدة موجودة. أيوة موجودة على غطاية الصوبة، مزبوط، عشان ترفعها عن النار. صحيح. صح. شوف علا، أنا غزاوية وحابب إني أجي على البرنامج. أنت فيك البركة. أساوي السمائية والرمانية. الرمانية والدقة الغزاوية، أكلكم زاكي. والسمائية. بتنورينا يا أمر، أكيد لا غنى عنكم حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. حبيبتي. خليكي بناخذ رقمك وبتواصل معك إن شاء الله حبيبتي. يعطيك العافية. أهلا وسهلا، حياك الله. رح نوزع كمان فوق اللحمة طبقة من موزاريلا تشيز، وبعدين حطينا كمان اللحمة وحطينا بشاميل. هلأ بنروح بنحط كمان طبقة من الاسباجيتي، كتير زاكية هيك بصراحة، مشخصة راح تكون. منصبح على أم أسامة الزعبي بتحكي لنا صباح الخير. صبا المناصير، يا صباح الفل أم سامر. وأروى أبو العسل، بدنا نعم تعلمنا الشاي، كعك الشاي بالسمسم تبع المخابز. نعم حاضر، أخذها ولا أرجعها؟ أخذها. طيب. مي البرماوي بتقول لك علا من وين بتجيب هالوصفات الزاكية؟ والله صبح علينا من جرش بلعمة. امبارح كنت ناوية إشي، رحت أيوه. على المول ما لقيتش، فحسب المواد اللي بالمول ببلش أركب على بعض. باجي على الاستديو بكتب الوصفة وأنا واقفة أستنى البرنامج، لأنه في كتير شغلات بغيرها وإحنا عم نشتغل يعني، فيعني نوعا ما اجتهادات شخصية وأفكار أكيد من الوسط ويعني زي هيك. طيب. منصبح على أم بسام حبيبة قلبي، أم محمد الروايضة بنحكي لها صباح الورد من البترة، وأحلام ضبيط من إسبانيا منصبح عليها ونحكي لها صباح الخير، وميثاق مقدادي يا صباح الورد. طيب هلأ أم إحنا عالوش ما بنكتر قولي. على الوش ما بنكتر، بس هيك لغايات الشكل، لأني أنا جوا أكلفتها مزبوط، عطيت طبقة محرزة يعني ما يتجاوز وقية لحمة صراحة. فأنتي وزع زي ما بدك، ولكن أنا هون هلأ إحنا عم نشتغل على شكلها. رح نحط كمان شوية بشاميل، عشان هيك خليته سايل، عرفتوا ليش؟ ما طبخته كتير. طيب ناخد اتصال من منال. ألو صباح الخير. أهلين صباح النور. كيفك منال؟ الحمد لله، كيفك؟ أنا منيحة الحمد لله. نحك مع ست علا. هيا علا معك، يلا. صباح الخير يا منال. صباح الخير كاتي. يلا هاي علا معك وكاتي معك، نقي واختاري. شو أخبارك؟ يلا هاي علا معك وكاتي معك. لو توطينا صوت التلفزيون يا روحي، بس توطيه عشان تسمعينا من سماعة التليفون.
الأكل زاكي. الأكل زاكي. هاي علا، يلا. أهلا وسهلا يا منال. عملية في السلام حبيبتي، الله يسعدك يا منال ويسعد صباحك يا قمر. أهلا وسهلا فيكي وصباحك سعيد. عم نوزع هلا إحنا طبقة من الموزاريلا تشيز المبروشة. هلا بروح معاها الكشكوان، بس بصراحة الكشكوان يعني فيها نسبة زيت عالية، يعني نكتفي شوي باستخدام الموزاريلا تشيز بهالشكل. تمام. وبعدين رح نحط عليها كمشة زعتر ناشف وادخلها على الفرن على 180، خليها تتسبك وتطبخ براحتها. شريفة بتحكي لك أطباخ فخمة يا علا. شريفة طباخي صحيح؟ وصلني سلامك يا شريفة، أهلا وسهلا فيها. عالية الرواجدة ورانيا عمايرة بتحكي لنا صباح الخير. والله لا نجيك يا محمد الخوالدي عبلعمة. ابشر. في معنا اتصال؟ يلا. أم بكر صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ يحكي ألف عافية حبيبتي كافي. يعافي عمرك، هلا بيكي. منورة يا عمي، منورة حبيبة قلبي، نور نورك يعني. الله يسعدك يا رب. وصفة علا ليوم الخميس اليوم. لا يعلى عليها، ما شاء الله عليها. أعطيك العافية ست علا. أهلا وسهلا وميت الله مرحبا. الله يعطيك ألف عافية أبو هالأنامل. حبيبتي الله يسعدك. قوليلي. أنا تفضلي. إيش عملتي من وصفاتنا؟ إشي وكان صح الصح. والله عملت البطاطا مع البشاميل واللحمة الطبقات، وعملت الخبز مع الزعتر. يا سلام. وعملت شغلات كثيرة والله، إني كنت أتعاد بالنهار أشوف إيه أعمل، بس أشوف طبخاتك ما شاء الله عليك، طوالي بطبقها. حبيبتي تعيشي وتعملي يا رب، قولي آمين. الله يعطيك الصحة. آمين يا رب. بدي أحكي لك عن الوصفة اللي عملت فيها اليوم. قولي يلا. هاي بدل اللازانيا بنحط معكرونة. أي نوع منها؟ أي نوع معكرونة؟ بس هيك هاي أنا، لأنها لما بتجمد بتصير تقطعيها وتطلعيها بالكفكيرة قطعة زي أكنها لازانيا، مشان هيك أنا استخدمت سباجيتي بصراحة. بس تبرد بتطلع معاكي قطعة كاملة، بس تمسك حالها يعني. أهلا وسهلا فيكي، صباحك عسل. خلنا ناخذ هديل. صباح الخير هديل. صباح الورد، كيف الشفعة؟ تمام الشفعة معك، منيحة معك كاتي هلا. صباح الخير، أنا متابعين البرنامج ما شاء الله عليكم. حبيبتي الله يسعدك. عجبت لي طبق وصفتك اليوم، أنا من محبين المعكرونة. هاي لعلا. يعطيكي ألف عافية ويسلم بياتك عليك وصفات. أهلا وسهلا فيكي. أنا من البرنامج ومبسوطة كثير ببرنامجك ما شاء الله عليه. حبيبتي إحنا مبسوطين فيكم، نكبر معاكم أكيد. الله يسعدك ويعطيك الصحة. شكرا على اتصالك. علا بقول لك سندس تحكي لك كيف تتمبارح من الآخر. هي مبارح ما بعرف أنا شو عملت يعني، استنفار. أم خلدون متصبح عليكي. الطناجر الفخار من فاطمة الرفايعة. تنحط بالفرن مباشرة ولا بالغاز ولا كيف؟ المدهونة الصيني بتنحط بالفرن مباشرة. اللي بنشتريها من جوانب الطريق بدك تعبيها من جوا مي يومين، رح تلاقي المي عم تنقص، ارجعي عبي المي يومين بعدين. جربي حطي لك حبة بطاطا مبهرة وحطيها فيها وحطيها بالفرن، جربي. لأنه إذا ما كانت مشغولة صح من التراب الأحمر، في إشي تراب في إشي رمل، إذا ما كانت مخبوزة صح على درجات معينة بالفرن رح تطق وتعبي الدنيا، فأنت فحصيها بعد ما تنقعيها بيومين.